السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا بكم إخواني الكرام في مقطع جديد وثغرة جديدة. سوف نبدأ بأولا يا إخوان بثغرة الحصول على أقوى لاعبي إف سي برشلونة. سوف نحصل على أنسو فاتي أو يعني بيدري، يعني هذه النسخ هي أقوى نسخ هذا الباكج، لما لا سوف نحصل عليهم إن شاء الله. دون تقديم أول خطوة سوف نقوم بها يا إخواني الكرام الدخول عند سيرجي روبرتو مرتين دون الإطلاع على إحصائيته، ثم نفس الشيء سوف نقوم به عند أشرين ستينسن. بعدها سوف ننتقل عند رافينيا مرة واحدة والإطلاع على إحصائيته بالسريع، ثم نفس الشيء عند أنسو فاتي، والخطوة الأخيرة الدخول عند بيدري 4 مرات دون الإطلاع على إحصائيته. ثم مباشرة يا إخواني الكرام وبعد تطبيقكم لكل هذه الخطوات، ما عليكم سوى الخروج واللف باللفة المجانية كما ترون. خمس نجوم بالتأكيد يا إخواني الكرام، وسوف تحصلون على بيدري، يعني يعتبر أقوى لاعبي هذا الباكيج. كما ترون يا إخواني الكرام حصلنا على بيدري من هذه الثغرة الأسطورية، أنصحكم بتجربتها ولا تنسوا كتابة التعليقات أي لعب حصلتم عليه، ونلتقي في مقطع جديد بإذن الله.